طبعا هذا من المهرجانات القلائل على المستوى الدولي اللي مسجل في اطار مورو الثقافي اللامادي. اليوم نحتفل بهذه المهرجان بهذه الذكرى وهي وصلت الى 100 سنه، وبالتالي هذه مفخره لهذه المنطقه. وبالنسبه لوزاره الثقافه والاتصال ستعطي كذلك دفعه نوعيه وديناميه جديده في هذا الموروث الثقافي الذي يعتبر موروثا ثقافيا عالميا. شكرا سيدي.